شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين لرؤساء محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة. من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقد السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد القاضي محمد عيد محمد محبوب رئيسا لمحكمة النقد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عادل فهيل محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على إصدار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دور محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياتي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث أكد السيد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنا سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية. من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا للسيد الرئيس تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما سمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.